اعلان فنادي الثوره بيرحب بيكم في الاحتفاء الخاص بحقيقه فادي مصطفى السعيد الصاوي، واللي نتمنى له هو وجميع المعتقلين اللي جوه المعتقلات الظالمه انهم يخرجوا الارض الحريه من جديد. كل التحيه لاصحاب الامل وزارعي الحريه. بالتأكيد هناك توافق عام على أن شيء ما في مصر خدهم انت وسيبنا عيد غياب مبارك عن السالة مع بعضنا، لكن دعونا نتساءل، هل حقا حدثت ثورة في مصر؟ هل فعلا من الممكن في أعقاب ثورة أن يحتفل الثوار بخروج أحدهم من سجن هذا النظام، من نظام الثورة؟ إذن دعونا نتفق على أن مصر الوطن والثورة والأم التي صرخت فلبينا في التحرير تطلب الآن إسعافا لثورتها، تبحث عن منقذ يعيد لها ثوبا يسعى الكثير للتقوّد ببيع أجزائه. إن ائتلاف فناني الثورة يؤمن بأن احتفالا بفادي الصاوي وحريته هو المناسبة التي تؤكد بالبرهان الحي على أن شيئا لم يتغير في مصر، وأن الطريق لا يزال طويلا أمام تحقيق الحرية التي تكفل للمواطن حقوقه وتحقق للوطن كامل سيادته وريادته. ومما لا شك فيه أننا نعتبر هذا الاحتفال مناسبة لنعلن الآتي: واحد، تبنينا الكامل لوثيقة إنقاذ مصر والثورة التي طرحتها الجمعية الوطنية للتغيير، ونعتبرها فرصة لتلتحم القوى الوطنية بعيدا عن صراعات الرؤى والمصالح. 2، لم يعد مقبولا أن تبقى مصر في حالة انتقالية تزداد ملامحها ضبابية يوما بعد آخر بسبب تضارب الاختصاصات وانعدام الصلاحيات بين مجلس أعلى الأصل أن يرعى ولا يدير، وحكومة الأصل أن تدير بإراداتها ولا تكتفي بدور الرجل الثاني في حكومة المجلس العسكري. 3، بات الشارع أكثر قلقا وتوترا وتحفزا تجاه الثورة بإلحاح أزمات مصنوعة، وهو الأمر الذي يؤكد أن جهات عدة تتأمن على هذه الثورة. وقعت بالبعوة من الراحة البقرة الصفرة المطاحة
بحبك عشان ما تطولش عليكم، اقول لكم برده للشيخ امام بحبك يا مصر، انا بحب الاغنيه دي قوي. انا شهيره ابو الليل، ناشطه في مجموعه ليل المهاجمات العسكريه. انا هديكم كده باختصار شديد سمري عن احنا ابتدينا ازاي. احنا ابتدينا يوم 25 فبراير تقريبا، كنا معتصمين قدام مجلس الشعب. دي كانت اول مره نشوف فيها عنف منظم ومدبر من الجيش. يوميها نزلوا ضربونا وكهربونا والحاجات اللي احنا خلاص يعني ابتدينا ان احنا نعرفها ونشوفها. يوميها شفنا واحد اسمه عمرو البحيري، ما اعرفش تسمعوا عنه، محدش يسمع عن عمرو البحيري. عمرو البحيري اتاخد يوميها، احنا شفناه يعني هما مسكوه ضربوه، كان مستسلم ليهم تماما، ما حاولش ان هو حتى يدافع عن نفسه. فزميله ليا هي ووالدتها راحوا حاولوا ان هم يدافعوا عنه، فضابط الجيش قال لها خلاص احنا هنسيبه، وفعلا سابوه. اتدورنا يعني هم اتدوروا ومشيوا. انا ساعتها يوميها ما كنتش اعرفها، ما كناش لسه قابلنا بعض. بعد ما مشيوا لقيناهم خدوه تاني، وخد 5 سنين. حاولنا بعد كده ان احنا نعمل له حشد اعلامي وان احنا نتكلم في الموضوع. ما كناش نعرف يعني ايه محاكمات عسكريه، ما كناش نعرف ان المحاكمات العسكريه دي بتحصل. بعدها يوم 9 مارس بصراحه كان يوم من ابشع ايام حياتي. انا كنت في البيت وجات لي مكالمه من واحد كنت اعرفه من اعتصامات التحرير، يعني من ال 18 يوم اول موجه في الثوره في التحرير. كلمني في تليفون وقال لي ان هم خدوا مجموعه معتصمين وخدوهم المتحف، وان هم سامعين اشتباكات جوه وسامعين صريخ وسامعين حاجات مرعبه يعني. فخدت الكاميرا بتاعتي ونزلت ورحت واستخبيت هناك، وابتديت الم اسامي بتاعت الناس، وعرفت ان هم جوه بيتعذبوا والبنات بيعملوا لهم اختبارات عنصريه وحاجات يعني حاجات مفزعه بصراحه. عملنا بعدها كونا المجموعه بتاعت ليل المحاكمات العسكريه، عملنا بعدها مؤتمر في امبابه. المؤتمر ده كان يوم ما الناس عرفت ايه المحاكمات العسكريه ويعني ايه مجموعه ليل المحاكمات العسكريه، لان المؤتمر ده يوميها جبنا فيها يعني جبنا فيهم بنات اللي هم اتعمل لهم اختبارات عذريه علشان يدوا الشهاده بتاعتهم،
والناس اللي اتعمل لهم احكام عسكريه ابهاتهم وامهاتهم جم عشان يتكلموا في الموضوع برضو لغايه دلوقتي محدش يعرف يعني ايه محاكمات عسكريه ومحدش متقبل اي نوع من انواع انتقادات للجيش. يعني احنا اتبهدلنا بهدله واتقال علينا خونه واتقال علينا ضد الثوره وبنحاول نوقع بين الجيش والشعب يعني وسمعنا كلامه واتبهدلنا بهدله فظيعه. سؤال في غاية الأهمية اللي سألته ضيفتنا، إيه الحل؟ الجمعية الوطنية للتغيير وإئتلال فنان الثورة بدأ في دعوة لحكومة إنقاذ وطني، مش هتكلم عنها، اللي هيكلمنا عنها الصحفي الكبير أحمد طه النكر المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير. مساء الخير، أنا عايز أهني فادي بس إن شاء الله نهنيه مع زمايله ومع 12 ألف أسير بيتحكموا محاكمات عسكرية واتخذوا ظلما، وإن شاء الله نحتفل مع انتهاء هذه المهزلة المسمى بالمحاكمات العسكرية. الثورة المصرية قام بها الشعب بعد أن فجرها الشباب، ولكن أنا كتبت قبل كده قلت إحنا لو ما انقذناش الثورة التاريخ هيكتب عننا ان احنا اعبط شعب في التاريخ، اللي هو عمل اجمل ثورة في تاريخ البشرية
وبعد كده حطها على حجر النظام اللي صار ضده. اللي بيحصل الآن هو عملية تبريد للثورة، عملية استيلاء على الثورة. احنا كان لازم نبدأ البداية الصح اللي عملتها تونس. تونس بدأت بالدستور وبالانتخابات، وكان يجب أن نبدأ بالدستور ثم الانتخابات. كان الآن احنا عندنا حكومة ديمقراطية منتخبة، وتحطينا على السكة الصح لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، وكنا نجحنا ثورتنا. أولا أنا فخور بيكو، أولا أنا هرتبها يعني أقول فخور بطلاب المعهد اللي قدروا يعتصموا. تنظيم، حسن تنظيم قريب، مش عارف بيتقال علينا عيال تيس، وبيتقال علينا كلام كتير. يعني اثبتنا ان احنا مناطقين، ان احنا ممكن نقف عشان قضية بجد، عشان واحد مننا. فانا اشكركم وانا فخور بيكم. انا فخور باساتذتي اللي وقفوا مع طلابهم وتلامذتهم، واثبتوا ان هم مش بس يقدروا يعلموا، هم كمان يقدروا يربوا. كانوا واقفين يعني واقفة مش عارف كأني ابنهم يعني. فأنا أشكرهم. أنا مفيش ناس كتير يعني، مفيش غير أستاذ ثابت. فأنا أشكركم، أنا فخور بيكم وفخور بالسينمائيين عموما، الفنانين اللي أثبتوا إن إحنا أسرة واحدة، ممكن نقف كيد واحدة عشان واحد، عشان ابننا. احنا قلناها في وقتها، وقت الصباع ما طلع قلناها، وهنعيدها تاني، وارجو انها تكون اخيرة اذا كان في لسه في حمرة خجل، او كما يقولون الاحساس نفسه. كف الشعب قال لصباع الفنجري، كف الشعب قال لصباع الفنجري ما تحذرنيش، ما تهددنيش، ما تفكرنيش شاويش او عندك عسكري. انا الشعب العظيم اللي ملهوش مثيل، انا المجد القديم بطول نهر النيل، انا صانع التاريخ قبل التاريخ بتاريخ، انا النور اللي قال للدنيا نوري من غيري أنا النور اللي قال للدنيا نوري ومن غيري محال الدنيا تدوم وتعيش. وكف الشعب قال لصباع الفنجري ما تهددنيش، ما تحذرنيش، ما تفكرنيش شاويش أو عندك عسكري. الحلم جاي صريح ولازم نحلمك، هنعدي بيك الريح ولا شيء راح يهزمك. الحلم جاي صريح ولازم نحلمك، هنعدي بيك الريح ولا شيء راح يهزمك. مدي الغطا مواعيد وحط ايد على ايد، ده الفجر جاي اكيد وطارح موسمك. الحلم جاي وشايل ربنا والامل، طارح بكره المشاعر حب ومداين عمل. الحلم جاي وشايل حبي ومدائن عمل، احلم معانا وعيش
راح يلزمك الحلم جاي صريح ولازم نحلمك هنعدي بيك الريح ولا شيء راح يلزمك الحلم جاي صريح ولازم نحلمك هنعدي بيك الريح ولا شيء راح يلزمك يا مصر ويا ثورة مصر القناصة. دوس على سنادك بس قبل ما تدوس صارحني انت مين. دوس على سنادك بس قبل ما تدوس صارحني انت مين. انت مصري صحيح من بلاد الطيبين. انت جدع وشهد زي كل المصريين. صارحني انت مين. ولا كلب سرايا قاعد فوق سطوحهم تنهش في عظام الغلبانين. ولا عسكر في معسكر في حصالة الكذابين. ما انت هارب والله هارب. ما انت هارب من كهارب الافراح لظلمة الغدر اللعين. سمعت دعوة امي عليك في يناير يوم 28. هل عليك شفت شباب صغير فرحان بثورتنا الأبية سالي زهران النقية وهدى تهطاوي الأبية أم ضحكة جميلة شقية كان فاضل لها ساعة واحدة ويلبسوها تقصبية رحت دايس عالزلات طلعت الروح النقية. هل عليك هل عليك لما بصيت شفت واد صغير لابس حته جلابيه كان من اجمل الثوار واصغر الثوار محمد ايهاب من كفر الدوار قام الصبح يصلي رافع اليد التقيه رحت دايس عالزناد طلعت الروح النقيه. هل عليك هل عليك لما بصيت باللي ينخرقوا عينيك من عيون البندقيه ما قريتش ليه على صدر الشهيد سلميه 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 سلميه. والرصاصه ليه متوعه الرصاصه ليه متوعه مش بتهرب مش ملوعه كان مكتوب عليها كلمه واحده حزنت الجميع دي صناعه امريكيه دي صناعه صهيونيه. دوس على سنادك زهق منا ارواحنا اذا كان الجبل ينزاح يمكن تزحزحنا شعب مصر عرف طريقه خلاص فارتاح وريحنا كتب القدر كلمته من الاف السنين. دوس على سنادك بس قبل ما تدوس اعرف احنا مين. احنا شعب مصر الطيبين احنا شباب مصر الطيبين. انا من بلطجية وطن انا من بلطجية وطن زي الشباب الهادي انا من بلطجية وطن زي الشباب الهادي انا من سلالة كريمة زي سلالة فادي. انا مصري انا مصري ومصريتي دليل ادانة وغاوي غاوي اقول الحقيقة مش غاوي ابقى الحاوي. انتم كسرتم قلوب لما اخدتوا الصاوي. انا مصري ومصريتي دليل ادانة وغاوي غاوي اقول الحقيقة مش غاوي ابقى الحاوي. انا ببارك لاخويا اخويا فادي الصاوي. ودلوقتي معانا رجل من طين مصر فلاح
اهلا وسهلا. مرشحنا للرئاسه النهارده هنعرف رقم برنامجه ايه. ممكن تقدم نفسك للجمهور يا عم عوض؟ ايوه اخويا تعالى اقدم نفسي. السلام عليكم، انا اخو عوض من كفر النخله ومرشح نفسي للرئاسه دي. وبعدين يعني المرشح ده لازم يكون حسيس يعني، ويكون عند اللي جابوه ده، ولازم يحس بالناس الغرابه دي، واخد بالك انت؟ عشان كده اني اتقصت وعرفت ان هم كانوا قابضين على الجدع اللي اسمه فادي دي ابني يعني، ابني من ولادي. قمت جات يعني اما عرفت انه خرج، قمت جات يعني عشان ابارك لفادي دي. اي والله وعرفت كده. والله ربنا يسخم ابو سخام ابو علاء متسخم جوه ومتشتح على اثنين الصادق وعمال يحبس في العيال الغلابه دول. اي والله. اهلا وسهلا بيك يا عم عوض. اهلا يا اخوي. تقدر بعد ما قدمت نفسك للجمهور تقدر تقول لي يا عم عوض انت مرشح للرئاسه طبعا، فالناس دي عايزه تعرف هل انت راجل مثقف؟ تقدر تقول لي معنى الليبراليه؟ معنى كلمه ليبراليه؟ ايوه حلوه الليبراليه دي. الليبراليه دي حلوه قوي والله. انا زمان اسمع على عندي الليبراليه دي ابويا الله يرحمه زمان يعني ويبشمش الدوبه اللي تحت نفوخه خدني معاه المركز واكلني الليبراليه دي كانت حلوه وزي العسل. ايوه والله. بس السخام ابو علاء والست السخام ابو علاء سمموا كل حاجه حتى الليبراليه دي. الليبراليه دي كمان اتسخمت وتسمموها وسعرها ولع قوي. ايوه كتاب الله. ومن زمان وانا بحلم اكلها تاني. ايوه والله. ايوه يا اولاد كلمه دي وانت ما اكلتها باللحمه ولا بالفراخ؟ ارتاحي ارتاحي يا اولاد عندك الغم نفسدوها بس يلا ما تحمقيش عبر يا بعد. شكرا يا اولاد وانت شبه جلوس التنجتك مصيبه. شوف يا اولاد شوف النسوان شوف النسوان يا اولاد. عم عوض ما تقعديش للكوافير. بمناسبه طبعا انت مرشح للرئاسه ومرشح هام جدا، فطبعا تبقى عارف اللي على الساحه موجود دلوقتي. تقدر تقول لي ايه رايك في السلفيين والاخوان المسلمين؟ يا اخويا السلفيين انا مش هم يا اخويا مش بيستلفوا من بعض مش هم دول. السلف انا فاهم كل حاجه، انت عامل لي فيها فلاطه وفاهم واني فاهم احسن منك. اي والله. شوف يا جدعان انا كنت قاعد على الترعه اللي هناك دي، خد بالك شوف الترعه دي كنت قاعد على الترعه دي، وبعدين قعدت اقرا كده في الكتاب عرفت ان السلفيين دول اللي هم السلف الصالح بتاع سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ايوه كتاب الله. اما التانيين ما انا عمال اقول لك يا اخويا يا جاتك سخان ما هو انت ما بتفهمش غير انا فاهم. الاخوان دول البورسعيداوي اخوي والاسكندراوي اخوي والاسماعيلاوي اخوي واخد بالك انت والمسيحي اخوي. ايوه كتاب الله. ورب العزه سبحانه وتعالى قال انما المؤمنون اخوه. احنا اخوه ولا لا غير انت؟ هو ما ترد يا اخوان انت خايف منها يا جدع؟ انت ما ترد يا غالي يا اخي عيب عليك يا اخي على الكل. رد يا غالي. ايوه احنا اخوات ولا لا؟ يعني ايوه كتاب الله. ربنا بيقول انما المؤمنون اخوه. ايوه يا سيدي. طيب احنا هنطلع فاصل صغير وبعدين نواصل حوارنا مع فلاحنا الكبير رئيس الجمهوريه القادم ان شاء الله. لزقت ابو علاء لازم ابو علاء تقعد 30 سنه في الجيل بتجيب جميع الامراض المستعصيه وكل الامراض اللي بالكم فيها. لزقت ابو علاء لزقت ابو علاء بتجيب الكبد الوبائي والكشل الكلوي والسرطانات وكيف الصداع والضغط والامراض والسكر. وما تنساش تاخده مع لزقت ابو علاء المشير للعرق. مشير للعرق تحط منه يجيب لك جميع الريحه المعفنه. وما تنساش تاخد معاه الخرزانه والخوذه. رجعنا من الفاصل مع سؤال مهم جدا. بمناسبه ان انت الرئيس بقى عايزك تكلمنا عن خططك المستقبليه الاقتصاديه التنمويه. السخام الجلوس الطيني اللي انت بتقوله دي ما تفسر غير كلامك خلي الغلابه دول يفهم ايه المستقبليه والسخامه دي ايه. فسر كلام الخطط المستقبليه الاقتصاديه التنمويه يعني التجاره والصناعه والزراعه. تجاره ايه وصناعه ايه في السخام الايام اللي احنا فيها دي؟ انت غا ما تفهمش ولا تشوفش. انت ما شفتش عند التلفزيون الناس اللي كانوا متدبحين دول عند مسبيرو يعني؟ ايوه عند مسبيرو. ايه اللي حصل عند مسبيرو؟ ايوه عند مسبيرو دي انا احكي لك. انا كنت جاي انا والوليه اللي شبه الجالوس الطين دي واخد بالك انت؟ لقيت العسكر يا اخويا عمالين يدبحوا العيال الغلابه الشباب الغلابه وكتاب الله ويقول لك نصراني ويقول لك ده مسلم وديك مسيحي. ايه الهم الازلي اللي احنا
لا يا غلع الكلام السؤال. اسأل سؤال سؤال عيدي يا غلع. قد في حل دلوقتي. هي نحن حكومة إنقاذ وطني. ده حل مهم جدا واحنا بنعرضه في البرنامج. اهو تاني بقى. حكومة إنقاذ وطني. ايوه انا عارف ايه حكومة الإسعاف الوطني دي. لا لا إنقاذ يا عم عوض إنقاذ وطني. يا جدع انت ما انتش فاهم حاجة. اسمها إسعاف وطني. ايوه عهد الله. يا عم اسمها دي حكومة إسعاف وطني. فك ايدك يا عم الحاج انت واسمع مني. يا عم عوض. حكومة الإسعاف استنى يا غلع انت. حكومة الإسعاف الوطني دي هي اللي هتسعف البلد والناس الغلابة دول. ايوه والله. يا عم عوض حكومة إنقاذ وطني يعني ائتلاف من الشعب نكون حكومة عشان نرفع البلد فوق. ايوه نرفع هنرفعها بيه. ما انا ما عنديش مكان ارفع البلد فيه. انا سريبه وحاطط عليها طبق البتاع دي الديش. ايوه والله عشان اجيب الجزيره ودخت والله حطيت الطبق في كل نصيبه عشان اجيب الجزيره دي اللي بتقول الحقيقه مش لاقيه. حتى الجزيره دي سمموها رخ وكتاب الله. حتى الجزيره تسميني ده نيتهم زرعه ان شاء الله. طيب يا عم عوض تقدر تقول لنا البرنامج بتاعك هتقدر ترجع فلوسنا اللي اتنهبت والذهب اللي خدوه بره تقدر ترجعه ازاي يا عم عوض؟ اهي دي بقى اسمع يا جدع فادي انت. انت يا جدع انا اسمك فادي. انت يا جدع فادي انت. اسمع السؤال دي. اسمع يا اخويا اسمع السؤال دي. السؤال اللي انا قلته له دلوقتي يا فادي هيقدر يرجع لنا فلوسنا وذهبنا اللي تهربوا بره ازاي؟ لان طبعا ده هيبقى رئيس الجمهوريه. دي سهلة قوي. الشباب الحلوة اللي شبه فادي كده عملوا دعوة على الفيسبوك وقوموا المظاهرات. فيسبوك ايه قصدك الفيسبوك يعني؟ اسمه الفيسبوك انت ما انتش فاهم حاجة خالص. ايوه كمل. عملوا دعوة على الفيسبوك وعملوا مظاهرات. قوم احنا نعمل دعوة على الفيسبوك ده هناك في البلد اللي اسمها سويسرا دي. قوم يحصل عندهم مظاهرات ويضربوا بالبلغ. الابن المركزي يضربهم بالبلغة هناك. قوم يهربوا ذهبهم وفلوسهم عندنا. قوم احنا ناخد الذهب والفلوس بتاعتنا ونرجع الباب بالتصدي المريض. هي دي فكيخة يعني؟ الله ما شاء الله. حلو الحل دي. يا حلو يا شرافة يا اللي اجيب فلوسي. ايوه كده يا حبيب ارفع راسي. شكرا يا ولادي. ايوه قولي لي بقى لما جوزك يبقى رئيس ان شاء الله هتعمل لنا ايه؟ انا اخويا عامل حاجات كتير حلوه قوي قوي. هجيب ست سبع كده جوزها تذبحهم وافرقهم على خلق الغلابه دي اللي بدر اللحم وعلى غله اللحمه كسر بطاطس الناس تعرف تاكل في بعضيها. وكمان هبني مستوصف حجوم وابني مشاغل خياطه وكمان افتح مخزن انابيب وكمان هبني افران عيش كتير قوي قوي وكمان هعمل مهرجان محو الاميه عشان ما يقولش ان معلقه تحسن مني في حاجه. هي عملت مهرجان الكرة للجميع وأنا كيداهم كيداهم هعمل مهرجان الكتابة للجميع. يس يا وليه يا بنت الصرف لما تتسخمي تعملي كل دي أبقى بردعت حمق وأبقى جوز الست زي أبو علاء الله يشفحه. أبقى جوز الست يا وليه يا بنت الصرف. طيب يا عم عوض احنا عايزين بس نسألك هتعمل ايه في المخلوع وسريره؟ حلوه المخلوق دي. ايوه كتابي لك ده اسخن من الدرس. ايوه حياه ربنا. استنى انا هقول لك المخلوق دي الا انت تفطنها يعني يا فطن انت الا واحد بين ايادي المولى وخبرك انت وبيطلع في الروح وسابغ لي شعر وخبرك ولابسني الساعه ولابسني الدبله وكل شويه يبص في الساعه الا تقولش يعني ابن الصربه دي وراه معاك. ايوه والله ده حتى نايم متشدح على السرير وممدد رجله في وش الخلق دي وفي وش احمد بيه رفعه القاضي المبجل المحترم واخد بالك انت وعمال يا اخويا استنى يا غلا انت استنى يا غلا استنى يا غلا استخدم استنى يا غلا شكرا يا جماعه شكرا جزيلا.
أقول لك ناس ما نصفتش. هي رسالة للمجلس العسكري واضحة وصريحة، عشان هم تقريبا نفضوا كل حاجة الشعب طلبها من أول ما الثورة بتاعتها. فأقول أقول كل حاجة. فأنا أقول ليه مجلس سايب على كل لسان سيرتك ما تدي لمصر حقوقه وخلي الثورة تحبك. وأبدأ أذكر الحاجات اللي هم نفضوا لها وأنتوا هتقولوا نفضت. فأنا أقول الشهداء هتقولوا مصابين، حرية، مدنية، والفتنة، دستور، حاكمهم، فلوسنا، والثورة. تمام؟ ما تبلمناش عليهم بحاجة يعني، صح؟ ركبنا مش أغبياء ولا عظمهم مكسور.
نولد حكوا صار سعيد رضي تمام ماشي يلا اللي احنا بنطالب بحريتهم جميعا وبحرية فادي وزملائه. اسمحولي يا يوسف العزيز، يا العزيز يا يوسف، ان كان رموك اخواتك في جب يم الطريق، انا رموني في وطن عمال عليا يديق يديق يديق. وعشان نوسع وطننا مع الشاعر سامح العلي. أنا ابن مصر اللي قلع كل يوم غل، أنا ابن مصر اللي قلع كل يوم غل، مصر الكبيرة الكتيرة اللي في عيونها العدا إل، مصر اللي فيها الصبارة عشق الكل، مصر الحواري والمشربية والسيدة، مصر اللي نيلها تملي بيزغزغ الكل، مصر اللي علمتني آكل من عرق جبيني وضربتي الفاس. تيجي نسمع بقى. مصر اللي علمتني اكل من عرق جبيني وضربتي الفاس، مصر اللي كتبت اسمها بالعرب وبالخط العريض على وش كراس ائتلاف، مصر اللي كتبت اسمها بالعرب
وبالخط العريض على وش كراس مصر اللي بتطرح نكت رخ. انا فقر بحب الفرفرة تطلع سناني مشرشرة بهز ليلي في عز ليلي بلاقي هيئة صغيرة بعمل دماغ بقرش ساني شلف وكركرة وتعلى راسي بميت مقاس عايش في دور عطارة افضل اصيح عامل فصيح ما تشتنيش ما تزقنيش لو بعد ساعة اكون جميح انا هديل كل القطط لو بعد ساعة اكون حتر وفجأة طلعلي قطة اعمل اراني بس تربية بناني قال مين هناك عمال يصيح قلت فار مسموم كسيح قال لي مسموم برضو حكي اصلي ارفان من مشاكل قام ضربني وانا لما دور الضرب افوق رحت طاير منه جاري مستخبى في المجاري وكل ليلة الوضع جاري اصلي فار الفرفرة بموت وبشبع نقورة عايزه الشعر زغلول يا بلح احنا ائتلاف مش اختلاف فتعالوا نسمع بعض لو سمحنا علشان الناس دي جايه تعبر عن احوالنا فمن حقها نسمعها بعد اذننا جميعا نهدى شويه ونقلل حلقات النقاش وان شاء الله مصر هتفضل حره بيكم وبولادها الطيبين. زغلولي يا بلح واللي انجرح قلب ارقص يوم الفرح تلقى الوجع جنبي تقول لي بتحبها اقول لك عاشق ترابها وادوب في نيل عيونها وعد خطابها واحبها ام العروسه وبنت في وسط احبابها واحبها رفع الجبين شاب واحبها منسومه واحبها في بتقال وانا الصقر يحمل عرض ويا المال ما انا راجلها وروح نلها ونني سبلها ومني عيالها وهي مصبي زغلول يا بلح واللي انجرح قلبي بشوفها قلعة في عيوني بشوفها القلعة في عيوني حواري المسكي من لوني ويجمعنا ندى زينب نصلي في حضرة طولوني واسلم واجري على عيشة وبغويشة يا حوطوني يا بلادي يا احلامي يا معشوقتي ويا جنوني واشوفك عزبة لأحلى بلاد وبلاقية تساوي رجال واغلى من الحرير ترجال يساوي دخلة الشغال على زغالي بعيش وخموس بتفتح بقها النون يا بلاد يا احلام يا معشوقتي ويا جنون وارفع صوتي لك نظر ونادي صلاح بسيف اشهر وزين العابدين قلبي ونوره من رحاب نظر وخط العتبه واتمخطر الاقي الويل في عيوني يا بلاد يا احلام يا معشوقتي ويا جنون ومين خان الخليل يالي عايش في الغور بتملي ومين خان الخليل يالي عايش في القبة بتملي ومين خان الخليل يالي عايش في القصر بتملي عيالك يسكنوا ودل لكن في مبابة فاضلي خلوصي صاحب من شبر وفي الأوبرا هيطلع كل مكنون وأقول يا حسين يا سيد الشهر يا سيد المسيح علينا عمال من الصبح شهد على الأولى اللي في النهدة مع قلبي عشان يهدى يسيبني أغني على الوحدة على فم الخليج دلوني ولا تنباع يما ولا بالجول ولا يفك رموزك ألف شنب
ولو فك المعاني الظاهرة منين هيعرف المكنون؟ يا ست الكون يا سبب غلبي زغلول يا بلح واللي انجرح قلبي. اختم بيوسف وراوح. يا يوسف العزيز يا العزيز يا يوسف، فسر لي حلم الغريب قبل ما شد. يا يوسف قال لي ايه سفينة نوح وقفالي في البلعوم، قال لي ايه سفينة نواح وقفالي في البلعوم، وصوت فارس حزين عمال في صدري يزوم، وصوت صلاح الدين عمال في صدري يزوم، وسامع كلمة بلادي طلع بنفس مكتوب، وكل ما امسك قلم ألقاه ينس هموم، وعلى رصيف البطولة أحمس ومينا وقطز وعقبة وخالد غرقانين في النوم، وياسين ممدد في عيني واللي قتل معلوم، واللي اسمه حاكم بأمره طلع كمان محكوم، وسرب اليمام محبوس، وغراب على قبتنا عمال يدور ويحوم، ومريم الطاهرة الساكنة في البطروم، وربعة قبل التوبة سابية قمر بنجوم، وصك بيع نعسى ممضي وكمان مختوم، وحبة من المجازيب واقفين في شكل عجيب بيقولوا جاي اليوم، حينما أقف أمام مرآتي لا أراني، وذاك لأنني أبعد من عيوني، أما أنت حينما تقف أمام مرآتك لا ترى شيئا لأنك لا تعرف لغة المرايا. قال إيه سفينة نوح وقفالي في البلعوم، وصوت فارس حزين عمال في صدري يزوم، وسامع كلمة بلادي طلع بنفس مكتوب، وكل ما امسك قلم ألقاه ينز هموم، وعلى رصيف البطولة أحمس ومينا وقطز وعقبة وخالد غرقانين في النوم، وياسين ممدد في عيني واللي قتل معلوم، واللي اسمه حاكم بأمره طلع كمان محكوم، وسرب اليمام محبوس، وغراب على قبتنا عمال يدور ويحوم، ومريم الطهرة ألسكنا في البدروم، وربعة قبل التوبة سبيا قمر بنجوم، وصك بيع نعسى ممضي وكمان مختوم، وحبة بالمجازيب واقفين في شكل عجيب بيقولوا جاي اليوم. فسر لي يا يوسف فصل، كان نفسي اكتب على الورق باقي، لقيتني بكتب على الورق راح، كان نفسي اموت كل البيوت من الضحك، لقيتني ميت حي حارس وفي نفس الوقت من القصر، كان نفسي ارمي بنوتة البحمر على بغداد تطلع لي بالبصر، كان نفسي طوبة ما تخونش امشير وتحرك توت على مصر، كان نفسي نجي حصان طارق في المدينة من العصر، كان نفسي اطير سربين يمام على قبة الاقصى، وامشي في شوارع امن، وامشي في شوارع امنة، وصلي على ولدها وخطي عتب قالي، واقول مداد يا معدل احوالي، انا كنت طالق قلبي في سما الحكمة، معرفش مين فزعه عايزه يغير مجاله، فسر لي يا يوسف فسر، شايف وطن مجروح وبحزنه متصر، انا شفت بغلة عمر ماشية بتتعصر، انا شفت ضي النجوم في الحلم متحصر، جدار تساؤل بنيته هد الجدار كسر، فسر لي يا يوسف ولا انت زي سجين، لو انت سجنك حيطان انا سجني بين بحرين، لو انت سجنك حيطان انا سجني بين خليجين، وان كان رموك اخواتك في جب يم الطريق انا رموني في وطن عمال علي يديك، تقولش مرمي في صحر.
ينموني في وطن. فصلي يا يوسف ولا انت زي سجين، لو انت سجنك حيطان انا سجني بين بحرين. وان كان رموك اخواتك في جب يم الطريق، انا رموني في وطن عمال علي يضيق. تقولش مرمي في صحراء وعطشها كان لي صديق، بس الغريبة يا يوسف لقيتني ميت غريب. انا عارف وجدان الشبان مع الشبان وده شيء طبيعي جدا. اسمحوا لنا نكمل ليلتنا مع رامي عصام ونستمتع. ممكن نهدى بقى مع رامي لو سمحنا؟ عاوزينك تعرف الناس اكتر بنفسك. فادي مصطفى السعيد، مصور وطالب في معهد السينما. فيش اتسجنت حوالي شهر ونص على ذمة تحقيق قضية السفارة الإسرائيلية او مهاجمة السفارة الإسرائيلية، في حين ان انا ما عملتش اي حاجة من التهم الموجهة ليا. ولما تقبض عليا يعني اتخذت في مكان بعيد قوي عن السفارة يعني. بس انا سأليني طيب يعني سأتي مش حال. عايزك تحكي للناس اللي حصل لك بالتفصيل في قلب السفارة. في قلب السجن يعني. والله هو المشكلة ما كانتش في السجن قد ما كان يعني احساس الواحد ان هو خلاص يعني عايش في بلد مش يعني ما فيهاش اي درجة من الامن، وان انا بقى ماشي في الشارع اتاخد والبس كمية القضايا الغريبة دي. الموضوع مخيف يعني. انا بصراحة مش حافظهم، ما تمن تهم، كل تهمة بتاع سطرين كده، حاجة طويلة قوي كده يعني. في الاستخدام الذخيرة والمتفجرات في احراق مبنى مديرية امن الجيزة. كان في حاجات ليها علاقة بمديرية امن الجيزة، تعرض لقوات الامن اثناء اداء عملها، اثارة الذعر بين المواطنين، ايقاف حركة المرور والاضرار باقتصاد الوطن. في شويه حاجات كده مش فاكرها يعني كتير كده. اقول لهم متشكر قوي يعني، مش عارف، ناس جميله جدا يعني. وهي الناس دي الاهتمام ده بصراحه لا مش الدرجات دي يعني. بس انا عارف ان المعهد بتاعي وان يعني المجال عموما يعني السينمائيين ناس ثورجيه، وهم ضمير الثورة الأول يعني. هم أكتر ناس على اهتمام بقضايا سياسية، ولما يحصل حاجة لواحد منهم مش هيسكتوا. فده كان مطمني بدرجة كبيرة يعني. كلمة للشباب، للأسف الفترة اللي جاية مش مطمئنة قوي. أنا لاحظت إن في ناس كتير ابتدت تخاف. إحنا ما كناش كده، روح الثورة كانت مغيرة كتير فينا، في أنا شخصيا يعني.
مش هينفع، انا خايف الفترة اللي جاية. انا بقول لك انا جربت السجن، والفترة اللي انا قعدتها دي مش حاجة، في ناس قعدت كتير وهتقعد كتير وما عندهاش مشكلة مع ده، لان مهما كانت المدة اللي هيقضيها في السجن فهو في سبب اسمى يعني يكمل عشانه ويستحمل عشانه. حتى الموت، حتى الموت انت هتموت شهيد وجزاك هيبقى كويس. فالفترة الجاية محتاجة قوة مننا ان احنا نبقى ماسكين نفسنا كده، مفيهاش اي مجال للخوف يعني. لازم نبقى فاهمين اللي بيحصل حوالينا، ان احنا بناخدش حقوقنا وان بيضحك علينا. المجلس العسكري كان فيه فرصة ان انتوا تكسبوا الشعب ده، وهو كان مستامنكوا قوي وكان يعني واثق فيكوا ومؤمن بيكوا. مش عارف ايه اللي بيحصل، مش عارف ازاي الدرجة الغريبة دي من عدم الاهتمام او الفساد، او يعني الموضوع ما لسه النظام هو ما اتغيرش. الكلمة التانية اللي ايه؟ دكتور عصام شرف. اقول يعني معناه الكرة لسه في ملعبك، يعني لو عايز تعمل حكومة بجد تقدر تفرق مع البلد دي وترجع لها حقوقها هتعمل ده. مش عارف ايه اللي منعك بصراحة، انا متأكد انها الضغوط، بس الناس كانت يعني مطلعاك وشايلاك فوق ايديها، ف مش عارف يعني حاولوا تهتموا بالبلد اكتر من كده، زيكوا زي الشعب كده حاولوا تهتموا بيه. بس سيليك ربنا يخليك، الله يبارك فيك. متشكرة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هو لسه القضية، وانا لازم التحقيق، والموضوع خطر شوية لان هم حولينها لنيابة جنائية، ودي برضو في اطار الطوارئ، فربنا يستر يعني. لسه في ناس جوه، دي النقطة لازم ننساهاش ولازم ركز عليها. في دلوقتي 11 لسه ما طلعوش، تمام؟ في 4 طلعوا معايا في نفس اليوم، وفي واحد طلع بعديها بيوم، مؤمن طاهر. لسه في 11 جوه. مش يعني هو المفروض ان هم يطلعوا، بس ما شفناش اي حاجه من ده. هو واضح ان هم لازم يبقى في ضغط عشان يتحركوا، فلا لو محتاجين ضغط، لا احنا هنعمل ضغط، هنعمل ضغط كويس قوي يعني عشان تطلعوا ال 11 الباقيين، وعشان في 12000 واحد. دي واسعه شويه يعني، دي قضيه واسعه شويه. لسه في 12000 واحد في اطار المحاماه العسكريه والنيابه العسكريه، ما ينفعش. احنا يعني الطوارئ مش هي الطريقه اللي تتعاملوا بيها معانا. احنا مواطنين عاديين مش في حاله اللي تدعو للطوارئ. احنا التعامل معانا لازم يبقى مدني ان شاء الله. شكرا، الله يسلمك. شكرا. واحد اتنين الجيش العربي فين؟ واحد
تعرفش تيون اسمك ده وبعد بعدين واحد اتنين الجيش العربي فين واحد اتنين الجيش العربي فين الجيش العربي خليجي ما في حيل لا يروح ولا يجي هذا صمت استراتيجي ايش فيك يا غراب البين الجيش العربي خليجي ما في حيل لا يروح ولا يجي هذا صمت استراتيجي ايش فيك يا غراب البين واحد اتنين الجيش العربي فين واحد اتنين الجيش العربي فين العرب وسوداني سامع خطوته بوداني هو انا اهجم فرداني يلا ارجع يا ابو حسين واحد اتنين الجيش العربي فين 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 المسار بتاع الثورة كان بيبعد تماما عن اول يوم احنا نزلنا فيه لما قلنا عيش حرية عدالة اجتماعية قولوا معايا عيش حرية عدالة اجتماعية يلا بينا كلمات انجز اهوي يقول عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش من
عدالة اجتماعية.